العجيب عند التأمل، وهذا ما يسميه البعض بوحدة الموضوع في التفسير، في تفسير السورة، بمعنى أنك لو نظرت إلى السورة بأكملها وبجملتها لوجدت أنها تتحدث عن مواضيع شتى. هذه المواضيع تجد ذكرا لها في أول السورة وفي ثنايا السورة وفي أواخر السورة، وهذا ما يسمى عند البعض بالوحدة الموضوعية. أعطيكم أمثلة سريعة. هنا في سورة التوبة عجب، نجد أن هذه السورة اشتملت على صور من صور التولي والإعراض عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيها تولي المشركين مع أن هناك فسحة لهم وهي إعطاؤهم 4 أشهر، نجد أن هناك توليا لبعض المعاهدين الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، نجد تولي أئمة الكفر، نجد تولي المنافقين، والحديث في هذه السورة عن المنافقين كان بأسلوب مسهب، نجد التولي عن محبة المؤمنين إلى محبة الكفار، نجد توليا من بعض المؤمنين في يوم حنين، لكن الله عز وجل أراد بالمؤمنين خيرا فعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نجد توليا عن غزوة تبوك وعلى 3 الذين خلفوا، لكن الله عز وجل منحهم بصدقهم منقبة كبرى. كل هذه الصور من صور التولي تؤثر في النفوس، ومع ذلك جاء البلسم من الله عز وجل لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تولوا